سلام المسيح مشاهدينا الأحباء، مشاهدي برنامج المرأة المسلمة وقناة الحياة، ومشاهدينا على الفيسبوك لايف، اليوتيوب لايف. برحب بيكم جميعا النهاردة معانا في حلقة خاصة وضيف عزيز عليا دائما. بنتشرف ان احنا يكون معانا الدكتور أشرف عزمي. أهلا بيك دكتور أشرف. أشكرك يا أخت أماني، أنا ببقى سعيد جدا كل مرة ببقى موجود فيها في البرنامج المميز المرأة المسلمة. الرب يباركك، وإحنا سعداء بحضورك معانا. دكتور أشرف عزمي طبعا غني عن التعريف، هو أستاذ في العهد القديم وأيضا مقدم عبر الكتاب والعديد من البرامج الأخرى، وفي إنتاج جديد كمان لبرنامج جديد حضرتك هتقدمه عبارة عن أسئلة وأجوبة. هل اخترت اسم البرنامج؟ لا، احنا سجلنا بس كل كم حاجة كده 3 دقايق بساط من البرنامج ده، بس ان شاء الله يتذاع ما بين البرامج. امين. هيكون مميز جدا. وايضا هو كاتب وله مؤلفات عديدة، منها الكتاب الاخير اللي هو المسيح من هو. الحقيقة الكتاب ده يعني كتاب متميز جدا، وأنا يعني جالنا تعليقات كتيرة من المشاهدين اللي عايزين يحصلوا على الكتاب. تقدروا تدخلوا على الويب سايت بتاع ميبي عبر الكتاب، موجود في رابط يوصلكم لإزاي تاخدوا الكتاب، أو على قناة الحياة عموما هتلاقوا ازاي تحصلوا على الكتب دي. طبعا الكتاب الصغير ده هو فصل واحد من الكتاب الكبير ده. والحقيقة انا بهنيك دكتور اشرف على انه الكتاب الصغير ده اتوزع منه في معرض الكتاب حوالي 6000 نسخة. نشكر ربنا. يعني الكتاب الصغير ده كانت فكرة يعني شخص عزيز علي قال لي عليها لما مسك الكتاب الكبير، قال لي طب ما تلخصه للناس اللي هي عايزة تعرف حاجة ومش بتحب تقرأ الكتب الكبيرة الأكاديمية. فقلنا نلخصه، طلعنا كل يعني الخلاصة ببساطة في كتاب يعتبر كتاب كرازي، يعني هو الهدف منه أنه الشخص اللي ياخده يعرف عن مين هو المسيح. وتم توزيعه في معرض الكتاب في القاهرة، تم توزيع كل الكمية 6000 اللي كانت موجودة. نشكر ربنا يعني. نشكر الرب. أرجو أن ده يكون إجابة على أسئلة الكثيرين. الكتاب والنبذة موجودين على موقعنا على قناة الحياة وعبر الكتاب. الحقيقة أنه المسيح من هو سؤال، وإحنا النهاردة حلقتنا هتبقى عبارة عن أسئلة وأجوبة. أسئلة المشاهدين بيجيلي على برنامج المرأة المسلمة وصفحتنا خاصة على الفيسبوك، بيجيلي أسئلة كتيرة جدا. يعني فاللي انا بضطر اعمله بيجي لي ايميلات بالاسئله دي، بقعد بقى احطها كلها على بعضها، لانه لازم نخصص وقت للرد المبسط على الاسئله المباشره. بالتاكيد. وبيأثر فيا كتير قوي اسئله الناس عايزين يعني ردود بسيطه على ازاي اعيش مع المسيح. طب يعني ايه توبه؟ يعني ايه غفران؟ طب اعيش ازاي اعيش بلا خطيه؟ او الاسئله المباشره بقى اللي بتتكلم عن هل المسيح هو الله؟ مين اللي قال ان المسيح هو الله؟ هو الله؟ اين قال المسيح؟ كل الحاجات اللي حضرتك دايما معودنا ترد عليها في عبر الكتاب وكمان على برنامج المراه المسلمه. لكن النهارده احنا اخدنا تشكيلة كده من الاسئلة اللي بتوصلنا منكم. كمان بشجع المشاهدين النهاردة دي حلقة خاصة، تقدروا تسألوا اي سؤال على بالكم، وانا والدكتور اشرف ربنا يستر هنرد بطريقة مبسطة وسهلة، وتكون الحلقة بركة لجميع المتصلين. فالخطوط مفتوحة ليكم من دلوقتي. فكرة الحلقة انه السؤال احيانا اللي بيجي في ذهن الانسان بيكون بداية لمشوار طبعا. لطريق المعرفة، لطريق الحياة مع الله، وده اللي احنا عايزين النهاردة نوصل له.
في حد كتب لي من الأسئلة اللي وصلت، الأخ جعفر بيقول هو الموقع ده خاص بالستات بس ولا إيه؟ طب مش انا بقى فأنا جايباك دليل على إنه ده مش خاص للستات. فلا أنا عايزة أقول للأستاذ جعفر ولجميع المشاهدين واللي بيدخلوا على صفحاتنا، بنقول لكم إنه الإيمان والحياة والحقيقة هي للجميع. الله لا يفرق بين ذكر وأنثى هنا، فده يفهم إيه وده ما يفهمش إيه. فأنا بس عايزة أكد لك إحنا بنرحب بيك على برنامج المرأة المسلمة وموقع المرأة المسلمة وجميع مواقع قناة الحياة. كل الأسئلة اللي بتطرح أسئلة مهمة طبعا، لأن فكرك مهم عند الله وقلبك مهم عند الله، فما تخرجش من الصفحة ولا حاجة، خليك معانا، هنقدم لك حاجات تهمك. ليك تعليق على الموضوع ده؟ السؤال طبعا مهم، لأنه حتى الرب يسوع نفسه في تعليمه كان يترك الناس تفكر وتتساءل، يعني يطرح مثل من الأمثلة فيقولوا له هو اشرح لنا هو ده ايه ده، هو خلاهم يفكروا. فالسؤال بيبقى بداية معرفة، وإذا كان فعلا الأمر مرتبط بأمور أبدية فمهم جدا 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 أنه نسأل، والرب بيبقى سعيد لما نبقى عايزين نسأل ونعرف. الفرق بين اللي حضرتك قلته دلوقتي من اللي عمله المسيح مع التلاميذ والجموع عموما، ما كانش مخصص حاجة بس، يعني كل الأمثلة والأمثلة اللي كان بيديها المسيح كانت للجميع بالزبط. علشان يسألوا، دي نقطة مهمة بالزبط. جدا في الفكر الإسلامي حتى السائل ساعات أما بنسأل بنبقى بنسأل وإحنا عايزينك تديني خريطة مشي عليها، استنبه مش عايزة أقعد أفكر فيها أعمق. لكن بنلاقي إن الكتاب المقدس بيعلمنا إن إحنا نتعمق أكثر، ندخل إلى أعماق معرفة ومحبة الله. فبإذن ربنا تكون الحلقة دي بداية النهاردة. طيب أسألك سؤال جايلنا من هشام، بيقول لنا كده، إيه هو الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد؟ الكتاب المقدس بيحتوي على 66 سفر. ال 66 سفر دول هي معاملات الله في التاريخ البشري. فالكتاب المقدس قصة بتبدأ من التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وبعدين خلق الإنسان، وبتنتهي بخلق أرض جديدة وسماء جديدة. قصة بتبدأ بسقوط الإنسان للأسف في الخطية، لكن بتنتهي بإعادة مرة تانية الإنسان والعلاقة مع الله إلى الأبد. فلما بنبص للقصة دي بنعرف إنه الشخصية المحورية فيها هو شخص المسيح. فالستة التسعة وتلاتين سفر اللي قبل مجيء المسيح بيتكلموا عن المسيح ازاي، والمسيح مش موجود فيه، بيتكلموا عنه. انا هسألك بفكر بالزبط. المسلم بيتكلموا لانه اعلان الله في الكتاب المقدس هو اعلان متدرج، وفي فرق بين متدرج والناسخ والمنسوخ. فالمتدرج بمعنى ايه؟ ان انت بتبني بناء. الله بيبني بناء في التاريخ البشري علشان هذا البناء في الاخر يكتمل الاعلان في شخص يسوع المسيح. فبيبدا يقول لنا هذا الاعلان من خلال كلام مباشر بيقوله ومعاملاته هو في التاريخ. فالإنسان سقط، فيبدأ الرب يعلن أنه في من نسل المرأة هيجي اللي يسحق رأس الحية، وبعدين يبدأ يكلمني أنه هو هيجي من خلال إبراهيم، فربنا يختار إبراهيم، وبعدين من نسل إبراهيم تبدأ الأمة اليهودية، فهو هيبقى من الأمة اليهودية، وبعدين يبدأ من خلال أنبياء العهد القديم يديني إعلانات عن نفسه، عن الله يديني إعلانات عن نفسه وعن المسيح الرب يسوع المسيح اللي جاي، عن حياته وعن ألامه وعن فدائه وعن تعاليمه كويس. لحد لما يأتي ملء الزمان، ملء الزمان هو اللي قسم العهد القديم من العهد الجديد. كويس. فلما ملء الزمان دي كلمة صعبة شوية، ملء الزمان انه لما الزمن اكتمل في المقاصد الإلهية لمجيء المسيح، الوقت اللي الله حدده بالضبط. كويس. فجاء
مولود من امرأة كويس، وبعدين عاش الرب يسوع بقى وعلمه إلى آخره، وقدم نفسه ذبيحة نيابة عنا، وقام من بين الأموات وصعد. فلحد لما تنتهي القصة بسفر الرؤيا، سمك دي مجيء تاني، سمك جديدة وأرض جديدة. فأنا لو عملت الكتاب المقدس كخط، خط يعني أفقي كده، وجيت في نص الخط ده عملت صليب. أي. فاللي هم قبل المسيح كانوا بيبصوا للنبوات وتحقيقها، ينظروا من بعيد اللي الرب قاله وهيتممه، وإحنا النهاردة بننظر للخلف، لكن المركز كله هو شخص المسيح. المسيح ده يعني إجابة مبسطة ورائعة. من أهم الحاجات اللي ربطت قلبي بالكتاب المقدس هو الخط الواحد والخط الواضح. لكن في القرآن مثلا ما تلاقيش خط واضح لهذا الأمر، تلاقي مقتطفات من بعض القصص، والباقي بتلاقيه في حاجات يكتبوها بقى بره الكتب. يعني كتير من الحاجات المذكورة في سفر التكوين مش موجودة خالص في القرآن. فالنهاردة دي دعوة لكل أخ وأخت بيسمعونا النهاردة، إذا ما كنتش قريت الكتاب المقدس هيكون ناقصك بالتأكيد فكرة الله وخطة الله، ولازم يكون عندك فرصة إنك تقرأ الكتاب المقدس وتفكر وتسأل وتختار بنفسك. اللي عايز منكم كتاب مقدس النهاردة من فضلكم يكتب لنا دلوقتي على الفيسبوك أو يعني في رسالة خاصة، وإحنا نكون سعداء إننا نديكم روابط للكتاب المقدس، أو نبعت لكم كتاب مقدس للمكان اللي أنتوا فيه وباللغة اللي أنتوا عايزينها كمان. طيب الحاجة التانية، كتير بقى نسأل شوية أسئلة في ذهن اللي لسه باحثين، ونسأل أسئلة في الناس اللي يدوب عبروا بيسألونا. أهم الأسئلة دايما تجيني عن أصلي إزاي؟ ده بالنسبة للعبروا. بالنسبة للعبروا طبعا في فرق كبير جدا ما بين الفكر الإسلامي عن الصلاة والفكر المسيحي عن الصلاة، لأنه الفكر الإسلامي هو مجرد 1 2 3 4 عملهم وانتهى الموضوع. نعم. إنما الفكر الكتابي بيكلمني عن الصلاة على إنه الصلاة هي شركة وعلاقة. يعني ما ينفعش مثلا ابني اللي في البيت كل ما يشوفني يروح ركع ركعتين، وبعدين يجي بالليل يروح ركع ركعتين وما بيكلمنيش وما بيحكيش معايا، ولا يعرف ولا عايز يفتح قلبه حتى ليا، ولا حتى يسمعني. كل اللي بيعمله هو يركع ويقوم ويخلص. دي مش علاقة، دي يعني واجب. ده واجب يعني. ومش بس واجب، ده بيلغي العقل وبيلغي المشاعر بالزبط. وبيلغي أساس التواصل مع الشخص. إنما الصلاة في المسيحية هي تواصل وعلاقة مع الله، زي ما أنا بحكي مع نفسي أوقات كده، أقعد أحكي مع نفسي كويس، أنا بحكي بقى مع ربنا. يعني أقول له اللي جوايا. أجمل تعريف قريته في الكتاب المقدس عن الصلاة قالته حنة أم صموئيل النبي، لما عالي الكاهن بيقول لها يعني تعملي إيه، يعني قالت له إني أسكب نفسي أمام الرب. وبالضبط الواحد بيجي كده بكل ما عنده ويسكب نفسه بحلوها بمرها بشكرها بتذمرها بتساؤلاتها، بيدخل في حوار مع الرب. احيانا ما عندكش، يعني الانسان ما بيبقاش عنده اي مكان او اي شخص يروح له يعمل معاه ده، انه اسكب نفسي امام الله. يعني حنا لو بصينا لها ما كانتش، يعني جوزها كان بيحبها وكل حاجه، لكن كان في مراره في نفسها يمكن مش عايزه تحطها عليه. ما كانش ياخدها الا الله. السؤال يعني بتحرك شفايفها وصوتها مش طالع. يعني مش لازم الصلاة تبقى كمان يعني صوتك طالع، انت ممكن حوار ده يدور لانه قلب. بينك قلب بينك وبين الرب. يعني المهم يبقى قلبك مرفوع الى الله وفي حوار بينك وبين الرب.
مظبوط. طيب احمد هنا كان بيقول لك ايه، ما هي الصلاه في البدايه يعني؟ فانت قلت له ان الصلاه شركه. بالظبط. اوكي، شركه، علاقه، في علاقه بينك وبين ربنا. يعني طب انا ليه بصلي؟ ايه ما هي الصلاه يعني؟ انا بصلي ليه؟ بقدمها ليه؟ حضرتك اديت لنا العلاقه اللي بين الاب وابنه. في جزء اخر مهم، وهو ربنا بيديني انا ايه بقى في الصلاه يعني؟ مش كل الصلاه انا اقعد قدام بالزبط. ربنا اعيط. يا ده صح. لانه العلاقه ما ينفعش علاقه تقام ما بين طرف واحد. نعم. لازم يبقى فيها الطرفين. فزي ما انا بحكي مع الرب، انا كمان بسمع الرب. طب بسمع الرب ازاي؟ بيكلمني جوايا. مظبوط. الرب بيتكلم الينا. وممكن يعني اصلي وافتح الكتاب المقدس، لا ربنا بيكلمني. مزبوط. وممكن وانا بصلي انا 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 قدام الرب صامت، الاقي الرب بي بي بيفكرني وبيكلمني بطريقه خاصة جدا، أنا الوحيد اللي أقدر أشعر بيها أن الرب بيتكلم إلي داخليا في أمور واحد واثنين وثلاثة، وبيوضح لي حاجات أنا ما كنتش واخد بالي منها. هي بالظبط كل ما الواحد دخل في علاقة مع ربنا، كل ما يعني زي أي اثنين، إذا ما فيش بينهم كوميونيكيشن، تواصل، يبقى ما فيش فهم. يعني طب حضرتك كأب، لما ابنك يجي يقعد معاك ويقول لك يا بابا أنا عندي المشكلة دي وكده، اللي خارج بعد كده مثلا من ردك عليه بيبقى نصيحة طبعا، إعلان محبة لي، أنا معاك، ما تخافش، تأكيد، ببقى بقول له طب خلي بالك من دي، خلي بالك من دي، بقول له ممكن اللي في قلبي، انا نفسي اللي انت بكره وبعده. طبعا ربنا مش بيقول انا نفسي، ربنا عنده الخطه لكل واحد فينا، الرؤيه. لانه يعني افكار الله من جهتنا هي كلها خير وسلام. فدي النقطه الاساسيه. الا بقى اوقات كتيره مثلا ايه، اولادنا بالاخص في المراحل اللي هي نسميها مراحل المراهقه، يبقى بيجي لسبب. فعلى طول اول ما يجي بابا حبيبي ازيك، في ايه بقى، هات من الاخر. اوقات احنا للاسف بنعمل مع ربنا كده، بنفكر ان ربنا مجرد هو البنك اللي احنا رايحين له علشان ناخد منه اللي احنا، وهو عمره ما بيبخل عننا. لكن الاهم هي العلاقه الشخصيه بينه وبين الله. فرق كبير بين الفكرة الصلاة في الإسلام إنها فرض يعني. وأنا الحقيقة يعني امبارح كنت بفكر في الموضوع ده، طب يا رب أنت عندك إيه عايز توصله من خلال كلامنا النهاردة عن الصلاة؟ الفكرة دي كانت واضحة جدا بالنسبة لي. إيه احتياج الله إنه يفرض عليك ألعاب رياضية؟ إيه احتياج الله إنه يفرض عليك أنا عايز منك دي ولازم تقدمها؟ يعني إيه أضافت إيه؟ هل الله في شخصه كده، هل الله في شخصه في احتياج إننا نوري له تعظيم أو بالشكل ده؟ أولا ربنا ما فيش حاجة هتزداد فيه باللي أنا بعمله، ولا لو أنا ما عملتهوش ما فيش حاجة بتقل منه. هو كامل بمجده، بصفاته، بشخصه، كويس. لكن هي الفكرة، هي نوعية العلاقة. هل نوعية العلاقة هي ما بين عبد وسيد؟ وسيد إيه؟ سيد قاسي، غير محب، لا يرحم، يعني أعد لك على طول بالعصاية، بالمرصاد، ولا دي يعني انا لو حتى النهارده يمكن ما فيش عبيد، نشكر ربنا ما فيش عبيد، في طبعا عبيد بطرق اخرى، لكن كان زمان مثلا العبد عنده السيستم بتاعه، بيدخل بيت بيعمل كذا بيعمل كذا، ولو لقي سيده يوطي قدام سيده والى اخره. لكن لما يدخل الابن مختلف طبعا. علاقه الاب بالابن تختلف 180 درجه عن علاقه العبد بسيده. الابن ممكن يحضن باباه، الابن ممكن يعني يدلل عليه، الابن ممكن يطلب حاجات ما يقدرش العبد ياخدها، وكل اللي عند ابيه ملكه.
فهو عارف إلى أي مدى هو حتى المكانة بتاعته والقيمة بتاعته كابن. عشان كده الرب يسوع واحدة من أجمل الحقائق اللي علمها لنا الكتاب المقدس إنه إحنا كمؤمنين لما بنقبل الرب يسوع بننتقل من مرحلة العبيد إلى البنوة. وعشان كده الكتاب بيقول لنا وأما كل الذين قبلوه قبل المسيح أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. حتى الرسول يوحنا الحبيب يقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني والرب يسوع كده قال نفس العبارة، قال لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء. فالبعد ده طبعا مش موجود نهائي في الفكر الإسلامي، لكن أعتقد البعد ده هو قلب الإيمان المسيحي. بالتأكيد. إنه مش بس إحنا غفرنا غفرت، ومش بس إن إحنا يعني الرب على أساس عمل مسيح لنا حياة أبدية، لا ده في أروع من كده. يعني أنا ممكن أعمل خير لحد وأسيبه، يعني ممكن ألاقي واحد مثلا هومليس أهتم بيه وأرعاه وكل يوم أديله أجيب له أكلة واثنين وثلاثة، لكن في فرق إن أنا أروح واخده وأروح جعله ابني وأديله حتى اسمي واديله كل ما عندي، وده اللي عمله الرب فينا معانا. أمين. ان احنا الرب تبنانا. اذا لما تيجي انت او انت النهارده تقتربوا من الله بصلاه، اعرف ان الله يستقبلك كابن، يستقبلك بفرح. حتى لو ما عندكش ابن او بنت، بص كده افتكر انت ابوك او امك كانوا بيستقبلوك ازاي. أعلم أنه في هذا الموقع اللي أنت بتحط نفسك فيه أمام الله، الله يباركك ويعطيك. أنت هتقعد قدام ربنا على ركبك تقول له رب أنا محتاج كذا، وهو هيباركك كأب، هيضع يده عليك ويقولك أنا أباركك اليوم بكذا، أنا عندي ليك في المستقبل كذا. أنا يعني قد إيه كلمة أعطاهم سلطان أن يكونوا أولاد الله. أنك تكون وتكوني ابن أو ابنة لله، هذا سلطان إحنا ما بنعرفش نستخدمه. فأنا بشجعك النهاردة أنك تقعد قدام ربنا وتقول له رب علمني إيه السلطان ده اللي أنت بتديهولي عشان أستخدمه لمجد اسمك. أمين. أمين. في الجزء ده افتكرت جزء مهم، الرب يسوع عليه كل المجد لما كلمنا عن الابن الضال اللي خد الميراث وراح إلى كورة بعيدة، ومع الزواني صرف كل حاجته واحتاج وما كانش لاقي ياكل. بحسب حتى الثقافة بتاعتنا، ثقافة الشرق الأوسط القديمة، ما فيش أب يجري، ما فيش أب يحضن ابنه قدام الناس العامة ويقبله. اللي عمله الرب يسوع مختلف، اللي قاله الرب يسوع مختلف نهائي. إنه هذا الآب عندما نظر إلى ابنه مقبلا يرقد وقبله. وده اللي وصله لنا الشخص الرب يسوع، إنه الله بهذه الطريقة بيتعامل معنا. أمين. أتمنى إنه الرب النهاردة يفتح العيون للحقيقة دي علشان نتبارك في حضور الرب. خليني أروح بقى لسؤال آخر بقى في موضوع الإسلاميات. المشكلة عند المسلم دايما بيقول لك إيه، إنه هل كان يسوع هو الرب ولا لا؟ ده واحد اسمه مثنى بيسأل السؤال ده، بيقول أنا عايز أسألكم سؤال، إذا كان يسوع هو الرب إزاي اليهود بشر مخلوقين ويقتلوا الرب الخالق؟ فكرة كبيرة شوي أنا عارف. هو بس لو كتب عنوانه، أنا ممكن الكتاب ده أنا حتى بعمله PDF أوكي. عشان يبقى سهل قوي إنه يوصل. ده مش هعمله PDF كبير، لكن الصغير PDF فممكن أوصله ليكي، ممكن ينزله توصلي بالضبط لحضرتك، توصلي كل المشاهدين يقدروا يكتبوا للدكتور أشرف على الخاص في صفحة الفيسبوك بتاع عبر الكتاب، أو حتى ولو الموجودين على صفحتي الآن اللي عايزين يرسلوا رسالة للدكتور أشرف اكتبوا لي وأنا هوصل الرسالة برضو للدكتور أشرف. لكن هي الفكرة الأساسية، يعني احنا كإيمان مسيحي، هم الإخوة المسلمين بيفكروا ازاي؟ انه احنا كإيمان مسيحي جينا في يوم من الايام كده وقررنا
انه عشان احنا بنحب المسيح احنا تو إليفيت هيم او نعليه بقى او نجعله اله. ده الفكره دي اساسا غلط. ليه؟ لانه التلاميذ المسيح كلهم كانوا يهود. والوصيه الكتابيه الواضحه جدا والايمان اليهودي هو ايمان توحيد. يعني اليهود ما بيؤمنوش بتعدد آلهة. الرب إلهك إله واحد. بالضبط. الرأس معي إسرائيل، الرب إلهك رب واحد. والرب وحتى الرب أول وصية قال إنه لا تصنع لك تمثالا منحوتا إلى آخر. يعني فالإيمان بالإله الواحد هو لب وفكر التلاميذ. لكن لما جم عند الرب يسوع وشافوا ايه اللي بيعمله وايه اللي بيقوله عن نفسه وايه اللي اظهره كويس، جه سؤال: هو مين ده؟ وحتى الكتاب اسمه المسيح من هو؟ مين ده؟ يعني ما فيش حد ابدا في التاريخ البشري قال اللي قاله المسيح عن نفسه، وما فيش حد ابدا في التاريخ البشري عمل اللي عمله المسيح بسلطانه. يعني مين اللي يمشي على المية ومين اللي يأتي إلى الريح والبحر ويؤمن الريح والبحر بكلمة فالريح تسكن والبحر يهدأ؟ مين حتى معلمين اليهود، مين اللي عنده سلطان إنه يقول مغفورة لك خطاياك؟ أنت ده تجديف في فكر اليهودي، لأنه اللي وحده اللي عنده سلطان إنه يغفر الخطايا هو شخص الله. مين ده اللي بيشفي من على بعد يقول قد شفي، فكلمته مجرد تخرج من فمه تشفي زي ما كلمة الله ليكن فكان؟ ومين اللي بيشفي بلمسة؟ مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيتلمس فيشفي؟ يعني بالزبط. هو عمل كده المرأة ده كله اللي اتحط والرب يسوع. الإيمان بأن المسيح هو الله المتجسد ده مش إيمان اخترعته كنيسة، ده هو اللي قاله الرب يسوع عن نفسه. يعني من فم الرب يسوع المسيح له كل المجد عن نفسه لما قال إنه أبي يعمل وأنا أعمل، أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب، تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال. وكأنه بيقول الكلام اللي قاله الرب قديما: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. كل ده وصل في النهاية إنه الله جيء لنا، كلمة صار جسدا. لما وقف المسيح وسأل تلاميذه: من تقولون أني؟ بالضبط. يعني بعد مسيرة معاهم ما كانش قدامهم أي اختيار إلا الرد اللي قاله بطرس. فالإيمان بلاهوت المسيح مش إيمان كنيسة، ده إيمان أعلنه المسيح عن نفسه بفمه وبحياته وبأعماله، والكنيسة كملت. ده من ناحية المسيح، ولكن أيضا المسيح حياته كل ما صنع بيؤكده العهد القديم. كلها نبوات في العهد القديم. السؤال اللي ابتدينا بيه، فده رد مباشر. إنما السؤال، أنا عندي مكالمة، خلينا ناخد المكالمة الأول ونكمل بقية الجزء الثاني من السؤال. تفضلوا معنا وسام من لبنان، اهلا بيك، تفضل. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. وبدي احييكم وبدي احيي القناه لانه هي الوحيده اللي عم تحط علاج لمشاكلنا. يعني احنا عندنا تخلف وعندنا حاله اقتصاديه مزريه وعندنا امور كثير بالشرق، واساس المشكله هي هالقناه عم تحكي عنها انتم. ربي يبارك. نعم، أنا مني ديني صراحة. أنا ما بمارس أي طقوس دينية، ولكن نحن تخلفنا بالشرق بشكل عام مصدره كل المشاكل اللي عم تحكوا عنها أنتو. بكل المواضيع. أنا بدي أدعي من خلال قناتكم كل المفكر وكل كاتب وكل شاعر بالشرق ينعمل مؤتمر يعني نوجد دولة معينة وينعمل مؤتمر ويكون على عدة حلقات أو عدة ويحط
دراسة علمية ونتائج علمية ليش في تخلف بالشرق لكل لكل المفكرين بالشرق. أيوة. لازم لابد من عقد مؤتمر حتى نعرف نحن ليه متخلفين، نحن ليش 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 شو اللي بيميزني انا كزلمه من الشرق او كامراه من الشرق عن الاوروبي؟ نعم. ليش نحن عم نتميز عنصريا؟ ما انا نعرف مشكلتنا، مشكلتنا لازم تنعمل دراسه علميه من ابناء الشرق. امين. وسام انا سعيده بالنور المفتح عليك، وبصلي انه الله يتلامس معاك ايضا، لانه حضرتك اتكلمت عن سبب التخلف. سبب التخلف هو الانغلاق وعدم يعني النقص الغير العادي او المفهوم الغريب للحريه في بلادنا. وطبعا ده أثار الفكر الإسلامي النقلي، استلم وسلم وكلام من ده، ظلم الدنيا في البلاد الإسلامية. لكن نشكر الله من أجل قناة الحياة، من أجل الكثير من المفكرين والمفكرات النهاردة اللي ابتدوا يفتحوا الباب. بس يعني أيوة الدنيا ممكن تتغير لو ابتدينا نفكر في سبب المشاكل، لكن اللي بيعمل الشفاء للقلب هو اتصال الإنسان بالله. يعني بشجعك أنك تفكر في الأمر ده. تفضل دكتور أشرف. أنا بالنسبة لي علاقتي مع الله دقيقة واحدة وسام، خلي الدكتور أشرف يعلق. مشكلة الإنسان الأساسية هي قلبه، مش البيئة اللي عايش فيها، هي القلب. لأنه البيئة اللي ممكن نكون عايشين فيها حتى لو بيئة كويسة، لكن لو قلبي مش كويس مش هتفيدني. فإيه سبب المشاكل في العالم العربي؟ إنه للأسف القلب ما تغيرش. يمكن الغرب شوية، لأنه مر بفترة المسيحية كانت اكتسحت فيها الغرب، فمبادئ الإيمان المسيحي اتزرعت واتحطت قوانين إلى آخره. لكن للأسف في الغرب، في الشرق، الـ 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 القلوب ما زالت بعيدة عن شخص المسيح، ولأنها موجودة في ظلام. فالواحد اللي عقله مظلم واللي قلبه مظلم ما بيشوفش غير ان هو بس صح، مع ان هو عايش في الخطيه وبعيد عن الرب، وما بيقبلش الفكر الاخر، ما بيحترمش حتى نظرته للانسان جاره. نعم. نظره دونيه. فبالتالي دي مشكله اساسيه. نعم. انه عار الشعوب، زي ما الكتاب قال لنا، عار الشعوب مش الناحيه الثقافيه ولا الماديه ولا عار الشعوب هو الخطيه. أنا يعني بشكرك على الرؤية الواضحة دي. وسام أنت معنا؟ أيوة معاكم معاكم. وسام معنا؟ طيب. أنا خليني أعرف لو هو موجود. 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 أنا مش سامعة سوري. بس يعني الكتاب المقدس بيركز على الإنسان واحد واحد. أنا معاكم. نعم. مش بالتأكيد. بالتأكيد. يعني وسام يا نعم. وسام انا اولا انا يعني سعيد باتصالك وبغيرتك يعني على الانسان الشرق اوسطي، لكن كمان مهم قوي ان انت تفكر مش بس في الناس اللي حواليك، لكن كمان تتشغل بنفسك، انه 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 الرب يسوع بيحبك. انا عندي انا الرب يسوع يسكنني، ساكن فيي وبداخلي، ولا خبرك كيف سكن الرب يسوع معي. أمين. بس انا بقول انه ما بمارس اي طقوس، بس الرب يسوع ساكن فيي. وانا ما ربيت ببيئه مسيحيه، يعني انا ماني طالع من بيئه مسيحيه. يسوع المسيح هو المصفايه ما بعد الالحاد، لانه انت نحن هون بالشرق اغلبهم
لما بيشوفوا هالقرف بممارسة الدين والقتل باسم الدين، بيروح الإنسان من غيرته على صح الإنسانية بيترك الدين، صح بيطلع بيفتش بالأخير بيلاقي إنه يسوع المسيح هو الوحيد اللي إجا للإنسانية، ما إجا يبني إمبراطورية ولا إجا للإنسان. ده صح ده صح فمن غير أي إنسان من غيرته على الإنسانية وحبه للإنسانية بده يصفي عند يسوع المسيح، وبده يجي يسوع المسيح يسكنه آمين من دون آمين. شك. ونصلي والعالم يا أخي، العالم عم يتقدم. يعني اليوم إذا في تطور طبيعي للإنسان، الإنسان عم يتطور بشكل مستمر، وكل ما تطور عم يصطدم بالأفكار القمعية والأفكار يلي يعني مولد جهل بالمجتمع. هالفكر الجاهل هذا اللي حاملينه، هذا هو بصدام مستمر مع الحضارة ومع التقدم عموما بشكرك يا وسام على اتصالك، ونسال ان ربنا يستخدمك زي ما النور وصلك، ان انت كمان توصل هذا النور للاخرين والرب يغير قلوبهم. خلينا نصلي من اجلك يا وسام قبل ما تسيبنا. رب احنا بنشكرك من اجل اخونا وسام، بنشكرك من اجل كل باب أنت تفتحه أمامه يا رب. نسألك أنه أنت تتلامس معاه بصورة خاصة، ونسألك يا رب نور في بلادنا. نسألك يا رب أنك تأتي في لبنان وفي مصر وفي العالم العربي والإسلامي كله يا رب بنورك وحقك، تفتح عيون المحتاجين ليك يا رب، وتشفي قلوب المنكسرين أمامك يا رب، وتنقذ الأجيال القادمة من الهلاك الأبدي في اسم يسوع نصلي. آمين. آمين آمين آمين. طيب شكرا لك، الرب يباركك. طيب خلينا نقول نكمل موضوع السؤال ده، بيقول لك إزاي بقى اليهود يصلبوا الله؟ فكرة إنه الله ينزه نفسه عن إنه يهان ويصلب والكلام ده كله. العهد القديم مليان كل نبوات عن صلب المسيح، لكن اليهود اللي أتى ليهم الرب يسوع إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. ليه؟ لأنهم كان كل تصورهم عن المسيح اللي جاي مش بس إنه هو خلاص روحي من الخطية، لكن كمان خلاص من المحتل الروماني وتأسيس مملكة وإعلان إلى آخره، أهداف أرضية كانت كلها. فبالتالي يعني أعميت عيونهم عن أن تبصر. والرسول بولس قال بجهل، فعلا بجهل، يعني يعني فكر قاصر. لأنه ممكن يبقى شبه شويه التفكير البشري عند الفكر الاسلامي بالضبط، لانه حتى الرسول بولس قال لنا انه المسيح نفسه حجر عثره لليهود. يعني ايه؟ يعني حياته كانه قدامك حجر بيوقعك. يعني وهو قال وطوبى لمن لا يعثر فيا. لكن لما بيأتي الروح القدس وبيفتح عيوننا وبنقرأ الكتاب المقدس وبنقارن الروحيات بالروحيات، بنعرف فعلا مين هو شخص يسوع المسيح. والنهاردة في كتير جدا تلاميذ المسيح كانوا كلهم أولا يهود، والكنيسة الأولى كانت كلها يهود. والنهاردة نشكر ربنا أنه في كمان يعني أمواج أو أفواج من اليهود بيعرفوا الرب يسوع، بتتغير حياتهم ويقبلوا المسيح المخلص. نقدر نقول ان الصلب كان اهانه لله؟ لو غصبا عنه، لكن هو دي خطه الله منذ الازل. هو نفسه بذل نفسه بالظبط، هو اختار يعني يجي. الاهانه دي لما انا ابقى حاجه مجبر عليها. لكن دم يسوع المسيح معروف سابقا قبل تاسيس العالم. هو اللي قال إنه لما ننظر له فنشتهيه، ولا جمال فننظر إليه. يعني رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا. نبوات كتيرة عن الرب يسوع في العهد القديم اتكلمت عن ألامه وعن صلبه. إنما في نظر العالم ده كان ضعف،
ولكنه ضعف ما هو في نظر العالم كضعف هو إعلان لقوة الله. أمين. يعني أمين. طيب أنا أشكرك على الرد. خلينا نخرج مع فاصل قصير ونستكمل مع أسئلتكم وطلبات صلواتكم بعد الفاصل. ابقوا معنا. في مشكلة في الصوت، أنا ما سمعتش حاجة خالص. ما فيش صوت. اهلا بيك دكتور اشرف مره ثانيه، واهلا بالمشاهدين. نستكمل بقى مع بعض اسئلتكم. في سؤال جاي دلوقتي من خالد على الفيسبوك، بيقول اي انجيل هو الذي انزله الله على المسيح ابن مريم عليه السلام؟ ده الفكر الخاطئ الاسلامي. ده كل كلمه فيها مشكله هنا. ليه؟ لانه المسيح ليس نبي بيستقبل رسالة. نعم. المسيح هو نفسه الإنجيل، الرسالة، هو نفسه الرسالة، حياته نفسها. نعم. لأنه كلمة إنجيل معناها الخبر السار. فلو في خبر سار نازل من فوق على المسيح عشان يوصله، نعم، يبقى المسيح مجرد هو النبي أو الوسيط. لكن لا، ده المسيح هو الكلمة المتجسد، هو نفسه الخبر السار. نعم. وعشان كده اتكتب عنه الأناجيل لكي ما تقدم للعالم عن ما عمله وأتمه يسوع المسيح بالنسبة للإنسان. دي المشكلة. الجملة الأخيرة اللي حضرتك قلتها دي المشكلة عند المسلم. المسلم فاكر أنه الإنجيل ده حاجة منزلة بقى من السماء كده، زي ما قال اتكلم عن القرآن أنه حاجة نزلت على محمد كده، نزلت عليه. لكن وهو ملوش دور، بيستقبل، هو مستقبل. إن كان يعني حتى فكرة الأنبياء في العهد القديم في الكتاب المقدس عموما، مفيش حاجة اسمها، مفيش حد نزل عليه كتاب حاجة كده هبطت عليه وقال بصوا أنا معايا الرسالة دي ليكم. هي بس كانت الوصايا العشرة اللي مكتوبة بأصبع الله، بس اتكسرت دي حتى يعني. يعني بقتها الباقي كتبه موسى. لا، واحنا ممكن نختلف يعني، هو فين القرآن أساسا اللي مكتوب وفين الكلام ده كله. لكن هي فكرة أنه الرسالة هي المسيح وحياة المسيح. بالزبط. الإنجيل بقى بالنسبة للمسلم، هل ده وحي مقدس؟ الإنجيل أو خلينا أقول الإنجيل، الإنجيل ببساطة هو خبر سار. هذا الخبر السار هو عن شخص يسوع المسيح. ولخصه لنا الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس وأصحاح 15، قال إن الرب يسوع مات ودفن، وأن الرب يسوع قام وظهر. هذا هو الإنجيل، الخبر السار، إنه بموته صار لنا فداء، وبقيامته صار لنا تبرير وضمان للحياة الأبدية. عشان كده لما الأناجيل اتكتبت علشان توصل هذا الخبر السار. وعشان كده كتبت الأناجيل، كتبوه مسوقين من الروح القدس، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. نعم. لكن كل الكتاب موحى به من الله، فبالتالي الله هو الذي قاد متى وقاد مرقس وقاد لوقا وقاد يوحنا، إنه كل واحد فيهم يكتب
رسالة عن الرب يسوع، الشهادة اللي شافوها بالظبط واتنقلت لينا، وفيها كمان شهادة حياتهم بكل بالزبط. مشاكلهم، بكل بالزبط. غلطاتهم، بالزبط. بكل بالزبط. انتصاراتهم أي. في الرب يسوع. ده صح. فأعتقد إن ده إجابة تبتديك على طريق التفكير والفهم والبحث أكتر في السؤال اللي حضرتك سألته لينا. عندي سؤال يختص بقى بالحياة اليومية للبشر، وعدة أسئلة هتكون في نفس الاتجاه. في حد بيسأل: أنا عندي إدمان للمواقع الإباحية، إيه اللي ممكن يساعدني إن أنا أبطل إدمان المواقع الإباحية؟ وعلى فكرة السؤال ده بيجي من مسلمين ومن مسيحيين. مشكلة الإدمان عموما ومشكلة المواقع الإباحية بصفة خاصة مشكلة كبيرة و متعمقة في بلادنا العربية، لأجل السرية، الحياة السرية اللي كنا عايشينها، والكبت وإلى آخره، وعدم وجود قوانين. يعني كمان عدم وجود قوانين تضبط الأمور دي، تضبط الأمور دي. يعني يعني حتى في الغرب يقول لك الغرب يعني في حريه، الغرب في ليميتس. يعني يعني لو واحد باع سجاير لأقل من 18 سنة يتحاكم عليه، طب. ولو محل باع خمور لواحد أقل من 21 سنة تتسحب رخصته وتعمل له قضية. مزبوط. في بلادنا مفيش الحدود دي، فبالتالي لما حصلت الثورة التكنولوجية الحديثة والميديا وأصبح كل شيء متاح بضغط على الزر، للأسف كتير من الشباب وقعوا في براثن هذا الإدمان. أول حاجة لازم الإنسان يعرف أنه دي خطية، نفهم أن أنا بعمل حاجة غلط، أنا بعمل حاجة غلط، مش عشان المجتمع بيقول، لا 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 لا، لأنه اللي أنا بعمله دوًا مش بس بيشوه ذهني، ده بيشوه فكري وقلبي وشهوتي، وبيثير الشهوة جوه الإنسان، وبيعطل حتى حياة التقوى، أو لو أو يعني إنه يبقى نقي. فاللي بعمله ده حاجة غلط. ثاني حاجة لازم أطلب من الله إنه يساعدني. مهم جدا إني أطلب من الرب إنه يساعدني. ثالث حاجة، لو أنا يعني في حاجة دايما يعني نار بسبب جاز محطوط بتولع، أبعد عن مصادر الشهوة، أخد قرار بقى. أخد قرار. يعني لو أنا عندي الويب سايت أقفلها، لو أنا عندي الكمبيوتر أحطه في مكان عام في البيت مش في أوضة خاصة. مزبوط. كويس. ليه؟ لأنه لو حطيته في مكان عام في البيت هبقى عارف أنه أي حد في البيت ممكن يشوف، لكن أنا لو حطيته في مكان خاص وبقفل علي الباب أنا بدي فرصة أكتر لي أنه السيكريسي والسرية أنه أعمل حاجات الغلط. في أكتر من حاجة، وفي ناس النهاردة في كورسات بتتقدم، في حتى ناس كونسلر ممكن يساعدوا في الأمور دي بكل سهولة حتى في عالمنا العربي. يبقى أول حاجة حضرتك قلتها أن احنا نعرف أن احنا عندنا مشكلة. Yeah. فتعرف انك عندك مشكله، تعترف بيها وتتوب امام الله. لازم تقول رب انا بالزبط. بتوب امامك، مش عايز يا رب ده، انا مش عايز، ساعدني بقى. هي دي اطلب من الله بالزبط. المساعده. الحاجه الثانيه ممكن نضيفها للامر ده، انه اروح لحد مثلا من الكنيسه او اخ كبير واقول له انا عندي المشكله دي، ساعدني. ممكن تقف جنبي بالزبط. تغليني، انا كل ما اعمل حاجه زي كده حاجه اعترف لك، ساعدني، صلي صح. معايا، صلي من اجلي، ده شر لازم ينتهي من حياتك. وأشكرك كل اللي كتبوا لنا في الموضوع ده، بشكركم على جرأتكم. انتوا عايزين توبة حقيقية، اعمل انت الخطوة بقى. بالظبط. طيب خلينا ناخد مكالمة. طب انا اسف، المكالمة وقعت. السؤال المتصل بده وعموما الناس بتسأله: هل يمكنني اني اطلب الغفران من الرب؟ ده بيحتوي على يعني أيا كان نوع الخطية. احنا نشكر ربنا لأنه الكتاب المقدس بيقول لينا أنه
إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. وما حطش لينا أنواع خطايا. هو حط كل الخطايا. فإحنا في 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 المسيحية ما عندناش كبائر وما عندناش صغائر. الخطية خاطئة جدا بكل أنواعها الكبيرة والصغيرة لو أنا استخدمت التعبير. لكن الخطية خاطئة جدا لأن كل خطية هي موجهة نحو الله مش نحو الإنسان. هي موجهة حتى لما بأخطئ نحو الإنسان لما مثلا أسيء لإنسان أنا بأخطئ نحو الله أولا لأنه ربنا قال لي ما تعملش كده. فأنا عشان كده داود أدرك يوم ما أخطأ قال إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. فكل خطية ممكن تغتفر ولها غفران، لكن الشرط الأساسي أن نأتي بتوبة ونقبل عمل يسوع المسيح من أجلنا. فدم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. أمين أمين. إذن ما فيش خطية تقدر تقف بينك وبين الله إلا الخطية اللي أنت لم تعترف بها لله. ومهم إن إحنا نحط نفسنا أمام الله ونقول يا رب أنا عارفة إني ضعيفة، عارف إني ضعيف، أنا بتوب أمامك عن ده. هنختم الحلقة بالسؤال ده. ده سؤال مهم جدا، إزاي أستطيع إن أنا أعيش بدون خطية أو شبه خطية؟ هل ممكن ده ولا لا؟ في فكرة في ذهن إخواتنا المسلمين بيقولوها كده، انه ايه، انتوا بتروحوا المسيح مات عنكم عشان كده انتوا بتعملوا كل الخطايا اللي انتوا عايزينها، اختي بقى زي ما انت عايز. هل ده يتناسب مع تعليم الكتاب المقدس؟ لا طبعا. الكتاب المقدس تعليمه واضحه جدا ان الله يبغض الخطيه. الله يبغض الخطيه، هو يحب الخاطئ لكنه يبغض الخطيه. وعشان كده المسيح مات. لو 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 اي خطيه نعملها وخلاص يبقى المسيح مات بلا سبب. لكن المسيح مات علشان يحررنا من دي، علشان يطلقنا من دي، عشان ما نبقاش عبيد للخطيه. وعشان كده لو حابب ارجع الى نص كتابي هرجع الى روميا واصحاح 6. روميا، رساله روميا اصحاح 6 بيقول ايه؟ فماذا نقول؟ في عدد 1، انبقى في الخطيه لكي تكثر النعمة؟ ده سؤال يعني بيسأله، هل بقى نبقى في الخطية عشان تكثر النعمة؟ حاشا حاشا. نحن الذين، نحن مين؟ المؤمنين. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ ده المبدأ الكتابي، إنه إن كنت أنا مع المسيح بقبول الشخص المسيح مت عن الخطية ما أقدرش أعيش بعد فيها. وفي بطرس الأولى أصحاح 1 وعدد 16 يقول كونوا قديسين في كل سيرة. فأنا مطلوب مني أن أنا أكون كابن لله قديس في كل سيرة. الحياة المسيحية تعني النصر على الخطية، لكن لا تعني أنه حياة خالية من الخطية، لكن تعني النصر على الخطية. وانا دايما اشبهها في الوقت القصير ده، وانا اقول انه في فرق ما بين، يمكن في بلادنا العربيه مش بنربي خنازير بس، او الخنازير اللي ربوها في مصر موتوها، لكن معروف انه الخنزير لو جبته وحميته وجبت كل البرفان اللي في الدنيا وحطيته على الخنزير وحطيت له فيونكة وسبته هيطلع على الوساخة ودي طبيعته. فالطبيعة بتاعته اللي جواه هي اللي بتقوده لكده. لكن لو جبت خروف لو اتوسخ لو مشي في الطين ما بقاش طايق نفسه. فده تشبيه بس تصوري، انه واحنا قبل الإيمان بالمسيح نتلذذ بالخطية، لكن بعد لما عرفنا المسيح كيف أخطئ إلى الله وأصنع هذا الشر؟ مش ممكن. طيب خلينا ناخد دقيقة في الفكرة دي شوية، لأنه إحنا بنعرف المسيح ونبقى مش عايزين نخطئ، لكن الطبيعة البشرية طبيعة الخنزير زي ما حضرتك قلت كده، إنه إحنا بنميل للخطئ بطبيعتنا. هل ممكن الإنسان يوصل لأنه ما يعملش خطية خالص؟ يعني حضرتك قلت انه احنا بنموت عن الخطيه، الكتاب المقدس بيقول كده، لكن يعني
في جزء آخر هو إننا بنموت عن الذات، النفس، أنا. يعني الواحد بيموت مع المسيح ليقوم مع المسيح. خلينا نقول إن الوحيد اللي عاش على الأرض ولم يصنع خلطية هو شخص الرب يسوع. وإحنا كمؤمنين إحنا متنا مع المسيح وقمنا مع المسيح. ولأجل هذا نحن لا نتلذذ بالخطية. لو وقعنا فيها بنقع غصب عننا، لكن لا، حتى لو وقعنا غصب عننا بنقوم ولا نستمر فيها، ونقتل الرب معترفين بخطايانا وتائبين، مش بس اعتراف بخطايانا لكن كمان توبة حقيقية. والخطية، أي خطية بنعملها ليها ثمن. ممكن تغفر الخطية لكن ثمنها ما زلت شايله. يعني سوري، لو أنا أخطأت وزنيت أنا وتبت للرب توبة حقيقية، أنا ما زال في حاجة شايلها، في نتائج للخطية بتاعتي، لأنه في إنسانة تانية اتأذت، في أطفال، بالزبط، في عائلات، في يعني زي ما كانوا يقولوا لنا زمان، مش معنى إن فاكرين كان عندنا في الـ في الـ في الـ في الـ كل بيت كان فيه زي صيد أغز خانة. فاكرة في الحمام دي فيها دايما إزازة ميكروكروم الأحمر ده. كان يقول لنا إنه مش لأن عندك ميكروكروم تروح تعور نفسك، لأنه هيخفف الجرح، لكن هيبقى عندك علامات يعني في ايدك هتوجعك. فمش معنى انه دم المسيح يطهرنا من كل خطيه ان احنا نخطئ، لانه كده يبقى المسيح مات بلا سبب. ده اهانه لدم المسيح، لانه المسيح مات لكي ما يعطينا حياه قداسه وبر وتقوى ونعيش ايامنا في مخافته. والمسيح يبدل طبيعتنا من طبيعه الانسان اللي عايز يبقى زي الخنزير يروح يتمرمط في الطين، ليه طبيعه الحمل النظيف. بالظبط. وكل ما يبقى لينا علاقه مع ربنا وشركه مع الرب، كل ما يبقى عندنا نصره على الخطيه بسكن الروح القدس ساكن فينا. امين. الرب يبركك دكتور اشرف، اشكرك على وقتك وعلى كلمات النعمه اللي الرب اداها لنا من خلالك النهارده، والرب كمان يكمل العمل في الكتاب المميز ده والقادم ايضا من الكتب. الرب يبارك. احبائي بشكركم، اصلي اليوم انه يكون عندكم لمحة من الحياة مع الله. إزاي الله ينقلك من إنسان بتعتمد على قدراتك الخاصة إلى أنك تعتمد على قدرة الله في تغيير حياتك، تغيير قلبك، تغيير مفاهيمك، لأنك تكون عايش بفكرة الله، تبقى إنسان الله، تبقى قلبك يتحول من قلب حجر إلى قلب لحم. كل ده محدش ممكن يعمله في حياتك إلا المسيح يسوع. أمين. يسوع وحده فقط اللي يقدر يغير حياتكم اليوم ويعطيكم حياة أبدية معاه وحده، بمحبته وحده. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. أمين. أمين.